أبو أنس، إذا وجدت أولادك أم أنس، وأنت كمان بدك تجاوبيني، إذا وجدتوا أولادكم شو بد شو بد شو شو حابين تقولوا لهم وقت تشوفوهم؟ الله يا سيدي، أنا بتوقع ما بعرف، بجوز أحملهم اثنين وأركض بالشوارع، بوصل بطل، حممهم بإيدي، غسلهم، قول لهم يا بابا حدا ضربكم، حدا قتلكم، حقكم علي، حقكم علي، أنا غلطت، وماني عرفان حالي إذا أنا غلطت ولا ما غلطت، والله أقسم بالله كنت طلعتي مشان مستقبل أطفالي، مستقبل أطفالي يا عالم يا ناس. يا ناس حقي اولادي تعبت عليهم، ما بدي شيء، لا بدي بيوتي بسوريا، ولا عم بدي شيء، ولا عم بدي اراضي، ولا عم بدي شيء، بدي اخذ اطفالي اطلع كنت بدي اعيش معهم، ربيهم دراسه تربيه حسنه، انا لا عندي لا مشاكل وقت وبيت في الدنيا في سوريا، ما عندي اي شيء، في بيت من عملي لبيتي، من بيتي لعملي، فقط اطفالي اخذ اليوم الجمعه غير الجمعه. أخذونا هون بمالطا على الملاهي تبع الأطفال، والله يا أستاذ فهد انجرحت، لقيت البراشيح ولقيت الأطفال عم يلعبوا، وأنا وزوجتي ما معنا أطفالنا، ما عاد فيني أتحمل، طلعت حبت ماما. Please ask same question for the mother. يا أم أنس، يا أم أنس، إذا شفتي أولادك هل شو، إذا شفتي أولادك شو بت شو بت شو شو شي بتعملي؟ عاجزين يا مناس، ما معهم الدول الإسلامية، عاجزين ما معهم مصاري طلعوا لنا من المركب، احنا ضدامين بقضاء الله، ما معهم مصاري طلعوا لنا المركب، الجثث اللي بعدها بالبحر ما معهم يا بنت الحلال، أهل الخليج ما معهم، بارك الله فيك، رؤساء العرب ما معهم يدفعوا لنا هالمبلغ ليطلعوا هالمركب الخشب، يطلعوا هالجثث، ما معهم من هيك يعني شو بدنا نساوي؟ ما معهم، الله يكون بعون، ما معه، ما معه المصاري طبعا، ما وقت أمري لأول مين بدنا ناشد؟ اللي مين بدنا ناشد؟ ناشد إسرائيل، يا إسرائيل ساعدونا، لمين بدنا نناشد؟ عم نناشد الأمم المتحدة وصليب الأحمر، وعم نناشد العالم من أجل أطفالنا والأسر والعائلات الضايعة، حرام يا عالم، في جثث ميتة بالباخرة تحت، طلعوا على الباخرة، معقولة ما معه المصاري الدول الخليج والدول الإسلامية؟ معقولة ما معه المصاري؟ يا حرام عم يسهروا سهرة واحدة، عم يحطوا ملايين الدولارات، أطفال وهالجثث والنساء اللي تحت بالمركب بقلب البحر ما بيقدروا يطلعوهم. شكرا للإسلام. لمين؟ يا إسرائيل ساعدينا يا إسرائيل.